حياكم الله أحبتي مشاهدي قناة العراقية الرياضية في كل مكان. جدد اللقاء بكم وحلقة جديدة من برنامج كل الألعاب. حلقتنا لهذا اليوم ستتضمن الكثير من المحاور التي تخص اللجنة الأولمبية والاجتماع الأخير للجمعية العمومية، لكن بداية قبل الدخول في محور حلقتنا دعوني أعزي نفسي أولا وكل شبكة الإعلام العراقي بفقيدها الراحل الشاعر جبار رشيد، بتأكيد خبر مؤسف جدا اللي تلقيناه يوم أمس وهو رحيل أحد موظفي شبكة الإعلام العراقي الشاعر جبار رشيد. نسأل الله أن يعطي أهل الصبر والسلوان ولكل محبيه. أيضا وفي خبر آخر ومؤسف أيضا، حيث تلقت أسرة لعبة الفنون القتالية خبر وفاة الماستر في رياضة الكونفو سعد إبراهيم، والذي يعتبر من الحقبة الأولى التي مارست هذه اللعبة لعبة الفنون القتالية، وقد حاز على الحزام الأسود عام 79 في الكيوكوشينغاي وآخرها عام 83 في الكونغفو. للحديث أكثر ينضم لي الأستاذ حسن الفتلاوي، لاعب منتخب سابق ومشرف للمنتخبات الوطنية في لعبة الكونغفو. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن في برنامج كل الألعاب. أستاذ حسن تسمعني؟ نعم أسمعك. أهلا وسهلا، اهلا وسهلا بك في برنامج كل الالعاب. اليوم ننوه ونسلط الضوء على خامه من خامات العراق، ايضا رحل عنا هذا اللاعب في يعني ظروف بالتاكيد نتحدث عن المرض، نتحدث عن امور، نتحدث عن عدم اهتمام قبل وفاته. تفضل. ببدايه بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه اود ان اتقدم بالشكر والامتنان لقناتكم الموقره قناة وطن الداعم الحقيقي للرياضة العراقية من خلال برنامجكم الرائع. الشكر موصول لكم أستاذ عهد لاهتمامكم وتسليطكم الضوء على الفنون القتالية. نعم أستاذ حسن، يا ريت لو تحدثني، كنت قريبا على الرحلة، وتحدثني يا ريت على هل كانت هنالك زيارات، هل كانت هنالك اتصال من قبل الاتحاد، من قبل وزارة الشباب، من قبل اللجنة الأولمبية على أقل تقدير بالتأكيد للاعب تغمد الله بالتاكيد روح تفضل. بالبدايه الرحمه والغفران للبطل الشهيد سعد ابراهيم، لاعب ومدرب الفنون القتاليه. بالحقيقه يعني ما لاحظنا ولو في مشاركه بسيطه من اللجنه الاولمبيه وزاره الشباب، ولكن كانت مشاركه واهتمام من رئيس الاتحاد باسم الواسطي فقط. وجزء من الرواد الرياضيين اللي هم ابطال ومدربين وخبراء في مجال الفنون القتالية. نعم أستاذ حسن، سمعنا هنالك مبادرة من قبلكم ومن قبل الاتحاد بإقامة بطولة خاصة للمرحوم سعد إبراهيم. هذا أكيد، يعني هذا أقل ما نقدمه ولو رد اعتبار بسيط للبطل الشهيد سعد إبراهيم. يعني بطولة إن شاء الله تقام على استشهاده وعلى اسمه الراقي وتاريخه المشرف، وهناك كرنفال أكيد خاص بهذا الموضوع لشهداء الرياضة بصورة عامة، وان شاء الله يكون حصه من هذا الكرنفال قناتكم الموقره. نعم السيد حسن الفتلاوي، بالتاكيد ستكون لنا تغطيه خاصه حول موضوع هذه البطوله، وايضا ستكون لكم استضافه في قناه العراقيه الرياضيه في برنامج كل الالعاب لتسليط الضوء اكثر على هذه الخامات التي نفتقدها يوم بعد يوم. شكرا جزيلا لك، وبالتاكيد احبه المشاهدين محورنا لهذا اليوم مثلما تحدثت سلفا يتحدث عن اللجنه الاولمبيه والجمعيه العموميه والاجتماع الاخير الذي اعتقد سيكون بعده اجتماع اخر بعد الاعتراضات التي طرات على الساحه الرياضية. عماد الركابي له المزيد من التفاصيل في تقرير التالي. كرة الثلج التي ظن الجميع بأنها ذابت بعد الاجتماع الأخير للهيئة العامة للجنة الأولمبية الوطنية المكونة من الاتحادات الرياضية التي صوتت بالإجماع على تعديل النظام الأساسي، والذي شهد عددا من التغييرات كان أبرزها هو تعيين الأمين العام والأمين المالي من خارج المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية. هذا القرار الذي تم التصويت عليه في اجتماع الهيئة العامة في الأسبوع المنصرم ظهر الاعتراض عليه الآن، وبدأت التقاطعات تطفو على الساحة من جديد، وبات الحديث عن وجود المعترضين مرة أخرى
وكأنهم لم يصوتوا على هذا القانون بحرية كاملة. إذن نفق جديد من التقاطعات قد تدخل به شجرة الرياضة العراقية من جديد، والتي ما إن تصل إلى اتفاق حتى يتم نفيه أو نكران هذا الاتفاق من قبل الأعضاء الذين كأنهم اتفقوا على أن لا يتفقوا. عماد الركابي لبرنامج كل الألعاب العراقية الرياضية. شكرا جزيلا للزميل عماد الركابي لإعداد هذا التقرير. بالتأكيد يتحدث عن محور حلقتنا لهذا اليوم، ودعوني أرحب في ضيوفي في الاستوديو الكابتن القدير سمير الموسوي رئيس اتحاد الجودو. أهلا وسهلا بك كابتن. أهلا وسهلا بك سعد جميع مشاهدي قناتكم. الحمد لله على السلامة. الله يبارك بك ويسلمك. الله يحفظك. وأيضا دعوني أرحب بالكابتن القدير الأستاذ أياد نجف رئيس اتحاد الجمناستيك. أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة في برنامجك الرائع كل الألعاب. ربي يحفظك. وأنا أيضا أشكرك، أعرف اليوم مشاغلك كثيرة، ورغم هذا لبيت دعوتنا وحضرتك. بالخدمة. شكرا جزيلا. الله يحفظك. أيضا دعوني أرحب بالصحفي الزميل الصحفي الرياضي السيد أحمد العلوج بالتأكيد الذي سيرافقنا طيلة الحلقة للحديث على اللجنة الأولمبية، إن كان موجود أحمد العلوجي. طيب بالتأكيد سينضم لي بعد قليل السيد أحمد العلوجي أيضا يتحدث عن الأمور الصحفية والأمور الإعلامية وماذا وكيف شهدت الساحة الرياضية هذا الأمر. بداية خلي أتحدث مع السيد أحمد الموسوي سمير الموسوي. أحمد الموسوي نفس الشيء أقول هويت الحقيقية سمير. سيد سمير، أنت ضمن المصوتين كنت على اختيار الأمين المالي والعام من خارج الجمعية العمومية، ما المغزى من ذلك وهل الأمر كان صحيحا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نشكركم على هذه الاستضافة. التصويت كان بإجماع الجمعية العمومية بدون استثناء، جميع أعضاء الجمعية العمومية صادقوا على هذه فقرة يعني اللي كانت من ضمن النظام الداخلي او فقرات النظام الداخلي، لكن هناك كانت توصية مرفوعة من الأخوة في الجمعية العمومية وتعرف أنه التوصيات هي عبارة عن اقتراحات تقدم إلى الجهات الرسمية، قد تأخذ بها أو قد لا تأخذ بها. حقيقة إحنا رفعناها كتوصية إلى اللجنة الأولمبية الدولية بأنه هل من الممكن أن يكون الأمين العام والأمين المالي من داخل الجمعية العمومية، بعد أنه صوتنا على النظام الداخلي اللي يعني كانت فقرته أنه من خارج الجمعية العمومية. نعم، فأعتقد أنه حسب المصادقة اللي إجت من اللجنة الأولمبية الدولية ما كان هناك أي تغيير بالموضوع. كان لو كان هناك أي تغيير كان يعني طرأت كان ذكرها في الكتاب. نعم، فبالتالي هي عبارة عن توصية رفعت، يمكن الأستاذ أياد يعرف بها، رفعناها كجمعية عمومية إلى اللجنة الأولمبية الدولية. مو بس هي، يعني كانت عدة فقرات إحنا يعني دعينا بها، يعني أنا قدمت مقترح، غيري قدم مقترح، فلحد الآن الإجابة هي كانت بالمصادقة على ما أجى بمضمون النظام الداخلي، ما بعثته في النظام الداخلي. نعم. اللجنة الأولمبية. نعم. نعم. طيب أستاذ أياد، لماذا تعترضون اليوم على هذه الفقرة رغم التصويت كان بالإجماع وأنتم كنتوا أحد الحاضرين في هذا المؤتمر؟ تفضل. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص اجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية، طبعا معظم المقترحات أو التعديلات اللي انقرت على الجمعية العمومية كانت خارج إرادة الجمعية العمومية. كيف؟ يعني مثلا الأمين العام والأمين المالي يكون من خارج الجمعية العمومية. طيب. هذا بالتشاور وزير الشباب والرياضة مع جيروم وضع هذه النقطة، هو وزير الشباب، أنه يكون من خارج الجمعية العمومية. فبداية الجلسة قمت أنا قريت هذه الفقرة، فإحنا يعني الجمعية العمومية هي السلطة العليا. طيب. فقمت على هذه النقطة قلت يعني أوصي برفع كلمة من خارج الجمعية العمومية، بس الرد لأنه هذا المقترح مو مالتنا، مال الجمعية العمومية. مال الوزير. هو الوزير كان دوره فقط للتشاور، مو أن يخلي
قانون نعم او يضيف هو فرضها 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 يعني على جيروم، حتى قال انا ما مرر النظام الاساسي من شورى الدوله الا تخلي هذا. فاحنا نريد نحل الاشكاليات، والجمعيه العموميه مشكوره رادت انه ترجع هيبه اللجنه الاولمبيه اللي مسارها القانوني. طيب فالاتحادات اجتمعت وطلبت الطلب لعقد اجتماع استثنائي لتعديل طيب النظام يعني الاساسي. السؤال لو تسمح لي استاذ اياد، لماذا لم تعترضوا في ساعتها؟ يعني في وقتها لماذا لم تعترضوا على هذه الكلمه تحديدا، او ما يتم التصويت من قبلكم عليها؟ استاذ عهد، احنا بدايه الجلسه قمت اني لرئيس الجلسة قلت له هذه الفقرة بالنسبة له ترفع كلمة من خارج الجمعية العمومية وأطلب التصويت من الجمعية العمومية. وافقوا بالإجماع، سي سمير كان حاضر بإجماع الجمعية العمومية أنه يكون ليس من خارج، من خارج أو من داخل، أو من داخل. ليش انت يعني يصير هنا تمييز وظلم للاتحادات؟ ليش انه الاتحادات الرياضيه بها الكفاءه؟ ليش انه انت تقول مثلا عدا مثلا استاذ عهد؟ ما يصير يعني يصير تمييز هنا، يصير تمييز. نعم صحيح. فالجمعيه العموميه الحمد لله وصوتوا بالاجماع انه ترفع، ترفع. فرفعت توصيات نيلمن للجنه الاولمبيه الدوليه ومنتظرين الرد حول هذه التوصيات. بس هو ك يعني اجماع عام يعني انه تم المصادقه على النظام الاساسي يعني. بس منتظرين حول هاي الفقره بالذات. طيب استاذ سمير، هذه الفقره وهذه الكلمه والاجتماع الذي جاء بعد اجتماع الجمعيه العموميه قد يشكل خطرا على اللجنه الاولمبيه، باعتبار تمت المصادقه ومن ثم طلبت بعض الاتحادات تغيير او اختيار ان يكون الامين العام والمالي ان يكون من ضمن الجمعية العمومية، كيف سيكون الموقف برأيك في الأيام القادمة؟ لا ما يعني مع احترامي لكل الآراء، الآراء كلها محترمة من قبل الأخوان والأشخاص، لكن أنت حضرتك تعرف أنه تم التصويت وأنه تم التصويت على النظام بشكل كامل، كامل. مع وجود توصيات، هذه التوصيات على أن تصل إلى اللجنة الأولمبية الدولية لتعطي رأيها بهذا الأمر. طيب فإحنا الآن لحد الآن، يمكن شاطر أستاذ أياد بهذا الأمر، لحد الآن لم نستلم رد رسمي بأنه رفضت أو قبلت هذه المقترحات. هذا المقترح. فبالتالي يعني أعتقد أنه يعني أنا اتصلت حتى بالأخ أياد بهذا الموضوع، فقال لي أنه خلال أيام يوصل أو اليوم باكر، يعني بما معناه أنه توصل ردود اللجنة الأولمبية الدولية حول هذا الموضوع. فبالتالي أعتقد إحنا خلنا ننتظر رأي اللجنة الأولمبية الدولية بهذا الموضوع حتى نمضي، ولكن أعتقد أنه تصويت الجمعية العمومية على النظام الداخلي بشكل كامل والتوصيات اللي موجودة، هاي التوصيات يعني تعرف أنه حتى لو تشكل لجنة يعني في أي مفصل من مفاصل الدولة أو تشكل لجنة، اللجنة ترفع توصيات. طيب. هذه التوصيات قابلة للرفض وقابلة للقبول، وبالتالي أعتقد أنه يعني لحد الآن إحنا ما استلمنا رد رسمي بقبول أو رفض هذه المقترحات أو هذه التوصيات. طيب لو كان هنالك قبول على التوصيات التي رفعت بدون التغيير، يعني ما تحذف كلمة من خارج. لا هو هي التوصية برفع هذه الكلمة. طيب لو جاء يعني خلاص تبقى هذه مثل ما هي ويكون من خارج الجمعية العمومية، ستواجه اللجنة الأولمبية مشكلة مع المعترضين؟ لا ما أعتقد، يعني الإخوان بما أنه إذا أجت من اللجنة الأولمبية الدولية مع العلم أنه هاي الفقرة ذكرت بأنه صوتت عليها الجمعية العمومية ك توصية إلى اللجنة الأولمبية بهذا المبدأ، أعتقد بما أنه هذا القرار يجي من اللجنة الأولمبية الدولية راح يكون بي، لأنه اللجنة الأولمبية الدولية ما راح تنظر إلى فلان أو فلان، راح تنظر إلى أنه هل تخالف الميثاق الأولمبي أو مع الميثاق الأولمبي، وبالتالي تعطي رأيها الرأي القانوني، لأنه تعرف أنه حتى اللجنة الأولمبية الدولية وحتى الاتحادات الدولية تخشى من أنه يكون لديها أي خرق قانوني، هذا الخرق القانوني قد يؤدي إلى مشاكل أكيد. موجودة. فبالتالي أعتقد أنه دائما اللجنة الأولمبية أو الدائرة القانونية باللجنة الأولمبية يكون رأيها بهذا المبدأ، والدليل على ذلك أنه حتى التغييرات اللي حدثت في النظام الداخلي دائما هي تكون متطابقة مع الميثاق الأولمبي والقانون. مثلا
انه هذه ما كانت موجوده عندنا ولا حتى في بالنا. قضيه العنصر النسوي لازم تكون مثلا نسبه 30% من اعضاء الجمعيه العموميه هم من العناصر النسويه. وبالتالي الان اضيفت لازم تكون ثلاث نساء موجودات في داخل الجمعيه العموميه، هذا ما كان مطروح عندنا. ومن خارج الاتحادات ايضا يعني يجب ان تكون هذه المراه المرشحه من خارج الاتحادات الرياضيه، وبالتالي فاحنا بعض الامور تفرض علينا من قبل اللجنه الاولمبيه الدوليه لا يمكن انه يعني لا انا اقدر اعترض عليها ولا اي شخص موجود يعترض عليها بما انه متطابقه مع الميثاق والقانون. سيد اياد، لو نفس السؤال بصيغه العكس، يعني لو رفض ما اردتموه، ما هو الاجراء اللي راح تتبعوه كاتحادات؟ بعد احنا شو نسوي؟ يعني احنا كجمعيه عموميه صوتنا ورفعنا توصياتنا للجنة الأولمبية. طيب. فإحنا نريد نمرر الأمر وترجع هيبة اللجنة الأولمبية وإن شاء الله سيحدد. طيب هذه التوصيات واللي اعترضتوا على هذه الكلمة تحديدا ومن الخارج، هذه الكلمة لو ما أخذت بها اللجنة الأولمبية الدولية، شنو القرار اللي راح تمضون في مسألة المؤتمرات والاعتراضات؟ ماذا سيكون موقفكم؟ إذا تسمح لي بالنسبة طبعا. إحنا هو مو اعتراض، إحنا جاي نكتب نظام أساس وهذا راح يمشي عليه أجيال. طيب. إلى ما يعدل إذا صار يعني في واحد وقت لاحق، يعني ممكن إنه هو إذا تطلب من اللجنة الأولمبية تقدر تعدل، هو مو قانون يعني نظام الأساس. أكيد. بالنسبة إنه مو معترضين وإنما رفعنا التوصيات بكل أدب. أطلقت المعترضين. إيه. بكل أدب رفعنا التوصيات بإجماع السلطة العليا للجنة الأولمبية، هي الاتحادات الأولمبية. نعم. رفعنا التوصيات أنه هذا تمييز، رفعوا هذه الكلمة من الجملة. فبقت يم اللجنة الأولمبية الدولية. راح تأثر عليكم لو ما رفعت هذه الكلمة؟ لا ما تأثر، راح نمضي إن شاء الله في إجراء انتخابات جديدة إن شاء الله. طيب. ستحدد بعد يعني المصادقة من شورى الدولة على النظام الأساس. بالتأكيد. ينضم الآن الزميل الصحفي أحمد العلوشي. أحمد أهلا وسهلا بك في برنامج كل الألعاب من خلال قناة العراقية الرياضية. مساء الخير عليك عزيزي عهد وعلى ضيفك الكريمين سيد الموسوي وأيضا أستاذ أياد وعلى مشاهدي قناة العراقية الرياضية. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. بالتأكيد نتحدث اليوم على اجتماع ما بعد اجتماع، يعني بعد أن تم التصويت وهنالك فقرات قد طرحت في نفس الاجتماع للجمعية العمومية وهو حذف كلمة من خارج الجمعية العمومية، تم تعيين الأمين المالي والإداري. كيف ترى الصحافة والإعلام هذا الاجتماع الثاني، وهل فعلا يطلق على من اجتمع بأنهم معترضين؟ سيد أياد يقول نحن غير معترضين، وحتى وإن لم تحذف هذه الكلمة قد لا تشكل مشكلة أمام الجمعية العمومية أو الانتخابات القادمة. تفضل. يعني بالتأكيد يعني ما تحدث به الكابتن أياد أنا أشوفه عين الصواب وعين يعني الإيجابية للمضي قدما باتجاه إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تضمن حقوق الجميع، يعني تفتح المجال لكثير من الكفاءات وكثير من الأمور التي قد تخدم الرياضة العراقية مستقبلا وأيضا تخدم الحركة الرياضية الأولمبية في العراق. يعني بالتأكيد نحن جميعا نعلم كيف كانت تدار الأمور سابقا عندما يكون عملية انتخاب الأمينين العام والمالي من داخل الجمعية العمومية، كيف كانت هناك يعني أول ما يعني يجلس الشخص في منصب أحد يعني هذين المنصبين يعني يعمل على قضية يعني التفكير بالانتخابات القادمة، كيف يجمع أصوات الجمعية العمومية، كيف يعني تكون هناك محاباة وهناك كثير من الجوانب التي تخدم مصالحها الشخصية. على سبيل المثال هناك يعني كانت هناك اتحادات منتعشة ماليا، منتعشة إداريا من قبل اللجنة الأولمبية واتحادات أخرى كانت يعني تلفظ أنفاسها الأخيرة. كل هذا يعني كان لدواعي انتخابية، لدواعي شخصية، لمصالح يعني معلومة للجميع لا يمكن أحد أن ينكرها في مراحل سابقة من عمل اللجنة الأولمبية. اليوم احنا نشاهد هذا الأمر، يعني أنا أشوف أنه من خارج الجمعية العمومية راح نضمن قضية استقلالية العمل
الإداري والمالي للجنة الأولمبية، أيضا يعني سيكون هناك عدالة توزع بشكل يعني كامل على الاتحادات، يعني بدليل أنه الشخص الذي يجلس من خارج الجمعية العمومية لا يفكر بانتخابات قادمة ولا يفكر بمصالح شخصية ولا يفكر بأمور قد تخدم عمله مستقبلا. هذا الأمر أكيد أمر إيجابي وأمر يعني أنا أشوفه من ناحية يعني الجانب الصحفي والإعلامي، نعم. أمر سيحسن من عمل وسينهض من عمل اللجنة الأولمبية العراقية. طيب أستاذ سمير، لو أسألك فيما يخص موضوع اللجنة الأولمبية، ما هو الأهم في النظام الجديد؟ تشكيل مركز للتحكيم ولجنة الأخلاقيات أم منصب الأمين العام وأمين الصندوق؟ شوف طبعا تشكيل المركز هذا مركز التحكيم سيبعد اللجنة الأولمبية ويبعد الرياضة العراقية من كثير من المشاكل اللي موجودة الآن. يعني تعرف الرياضة العراقية الآن المشاكل اللي بيها أكثر من عملها حقيقة، فتشوف أنه في داخل الاتحادات أكو مشاكل، في داخل اللجنة الأولمبية أكو مشاكل، في داخل الأندية أكو مشاكل، وما بين الدوائر الرسمية في الرياضة العراقية أيضا مشاكل. وبالتالي أعتقد تشكيل هذا المركز وأيضا لجنة الأخلاقيات سوف تدفع يعني الرياضة العراقية نحو الأفضل. أما بالنسبة لقضية المنصب الأمين العام والأمين المالي فما أعتقد يعني قضية كبيرة جدا يعني ممكن أن تؤثر على قضية الرياضة العراقية بشكل كبير، لأنه بالإمكان أنه لو ذهبنا إلى أنه اختيار شخص من خارج الجمعية العمومية أيضا سوف يكون هناك طبعا شخص لازم لهم كفاءة، لهم بعض المواصفات الخاصة لإدارة هذا العمل، وأيضا سيكونون محاسبين أمام المكتب التنفيذي بالمرحلة الأولى وأيضا أمام الجمعية العمومية بأداء أعمالهم. إذا ذهبنا إلى أن يكون الأمين العام والأمين المالي موظفين في داخل اللجنة الأولمبية مثل ما هو موجود في كثير من المفاصل الأخرى، والدليل عندنا الآن اتحاد كرة القدم الآن أيضا الأمين العام و الأمين المالي يكونان معينين، وبالتالي تقريبا هي حالة عامة يكون فيها يعني الأمين العام والأمين المالي معين. وبالتالي أعتقد أنه أهم ما بهذا النظام هو ما ذكرت حضرتك، هو لجنة الأخلاقيات وقضية المركز التحكيم. طيب أستاذ إياد، احنا في برنامجنا نطرح المحور قبل يوم وننتظر رسائل بعض المشاهدين حتى تتوجه لكم هذه الرسائل. من ضمن هذه الرسائل يعني جاءتني رسالة أنا حسها غريبة نوعا ما، شخص بدون ذكر اسمه يقول السيد أياد يريد أن يقدم لهذا المنصب الأمين المالي والأمين العام، أو تمهيدا لاختيار حيدر الجميلي أو جميل العبادي أو سرمد عبد الإله أو سلام عواد. شنو ردك على هذا الرسالة؟ أنا بالنسبة لي يعني كنت عضو لجنة أولمبية سابقا، مو بهاي الدورة راحت اللي قبلها، كنت عضو لجنة أولمبية ويعرف سيد سمير، كنت يعني أجلس كأمين عام بالوكالة وأقعد كأمين مالي بالوكالة، فصار أنه التوجه أنه أياد نجف يرغب بمنصب الأمين العام يعني مكان انتخابه هذا. بالنسبة لي ما يفرق عندي، وأنا أصلاً يعني مشغول. النية صراحة موجودة لو ما موجودة النية بصراحة؟ هو مو تقديم، هو المقترح يقدم رئيس اللجنة الأولمبية إلى المكتب التنفيذي المنتخب اللي هم 13 عضو، نعم. من ضمنهم الرئيس. الرئيس يقترح اسم الشخص، مو أني أجي أقدم يعني للمنصب إذا صار بالتعيين يعني أفهمك. إذا يكون من الجمعية العمومية بس إذا صارت من الجمعية يعني خارج الجمعية العمومية بعد ما يحق لي لي ولا السيد سمير ولا أي شخص إلا تستقيل من الجمعية العمومية، يعني تستقيل كرئيس اتحاد، تستقيل من منصبك، وبالتالي مسموح لك أنه طيب إذا اختاروك يعني هذا ما اختارك الرئيس. أنه أنت اليوم اعتراضكم لأنه أنت تريد ترشح يعني تعين لهذا المنصب باعتبارك أنت من ضمن الاتحادات فما يحق لك أن تكون، فلذلك طلبت حذف كلمة يجب أن يكون من خارج. أي لأنه هاي انفرضت علينا، هذه بإجماع الجمعية العمومية صوتنا أنه ترفع من خارج الجمعية. ليش تحرم حقي يعني أنه أكون أمين عام؟ أنا هم يعني اشتغلت يعني بالعمل الأولمبي أكثر من 10 سنوات، فأنه إلي حق أنه أكون بهذا المكان وأقدر أقدم
يعني باللجنة الأولمبية هذا المنصب. طيب أستاذ سمير، المرحلة الحالية هي أكثر استقراراً للانتخابات من المرحلة السابقة اللي كانت في 2019 الملغاة طبعاً. طبعاً، لأنه ذيك يعني هذيك الفترة كانت أكو مشكلة، مشكلة حتى في إجراء الانتخابات في الجو العام اللي حدث في داخل هذه الانتخابات. كان ما موجود قانون للجنة الأولمبية، كنا نعاني من عدم شرعية اللجنة الأولمبية وقانون اللجنة الأولمبية وحتى النظام الداخلي اللي كان غير موجود. بالتالي بعد إقرار القانون وهو الحالة اللي كنا نطلبها أنه يجب أن تجرى الانتخابات تحت ظل قانون للجنة الأولمبية، لأن مثل ما تعرف قانون 20 قانون قديم صارت عليه مشاكل، لكن بعد إقرار قانون 29 سنة 2019 اللي هو قانون اللجنة الأولمبية و ما ألحق بالنظام الداخلي للجنة الأولمبية، أعتقد الآن الأمور تسير بصورة قانونية بشكل كبير جدا، وبالتالي عندما تكون الانتخابات القادمة إن شاء الله ما راح تكون عليها اعتراضات، لأنه تحت ظل قانون جديد مقر في مجلس النواب العراقي، وأيضا نظام داخلي مصادق من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ومجلس شورى الدولة اللي سوف يعني بعد مصادقتها راح ينشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر الإجراءات القانونية مكتملة، ولا يمكن لأحد أن يعترض على عدم شرعية هذه الانتخابات إذا أجريت بالطريقة اللي موجودة في النظام الداخلي والقانون العراقي النافذ. تضمن ما راح تكون هناك اعتراضات بصراحة؟ احنا نتمنى. الرياضي في العراق متقلب، احنا نتمنى. شوف انت دائما عندما يعني تجري الأمور بإجراءات قانونية مكتملة، حتى لو تكون هناك اعتراضات، لكن هذه الاعتراضات سوف تذهب، لأنه أنت يعني أجريت الأمور بقانونية. يعني إحنا من كنا، أنا كنت واحد من المعترضين على الانتخابات، وأيضا الأخيات كان معترض على الانتخابات اللي أجريت، وفي وقتها إحنا صدرنا بيان في داخل قاعة الاجتماع بأنه هاي الانتخابات غير شرعية لعدم وجود القانون العراقي وعدم تطبيق القانون العراقي النافذ، بالرغم من أنه القانون العراقي قانون قديم بمشاكل بهذا، لكن مهما يكن يجب أن تكون كل الإجراءات مع متطابقة مع القانون. وأيضا القضية اللي يعني برزت الآن هو يجب أن تكون الحكومة جزء مشارك، يعني ممثلة بوزارة الشباب، ليس مثل ما كانت سابقا بأنه التدخل الحكومي سوف يذهب بنا إلى الإيقاف. الآن اللجنة الأولمبية في رسالتها الأخيرة يعني تشوف أنه بالتشاور مع وزير الشباب أكثر، يعني قطت الضوء الآخر للتدخل. يعني شوف، هي المشكلة اللجنة الأولمبية لما قبلت بقرار القضاء العراقي بعد أن صادقت عليه، يعني لا يمكن للجنة الأولمبية أن تعمل في داخل بلد وهذا الحكومة غير راضية عن أداء اللجنة الأولمبية أو غير معترفة بها، لأنه تعرف أنت كل مصادر التمويل للجان الأولمبية من الحكومة، خاصة إحنا يعني دولنا، فما بالإمكان أن تكون ضد رغبة الحكومة في أي إجراء، وبالتالي اضطرت اللجنة الأولمبية إلى الموافقة، ولكن حتى بإجراء قانوني أن يكون هذا الإجراء عن طريق الجمعية العمومية. وبالتالي عندما في الاجتماع الأخير الاستثنائي كانت أول فقرة هو مصادقة الجمعية العمومية على القرار القضائي الصادر بحق الانتخابات اللي حدثت يوم 15 و16 شباط من العام الماضي. طيب بصراحة تتوقع راح يكون تغيير؟ والله تغير. إن شاء الله يكون تغيير. أكو تغيير طبعا. طيب سيد اياد، تتوقع سيكون تغيير بصراحة؟ يصير تغيير، ما نتحدث عن نتمنى، نتحدث عن توقع. أتوقع أنه يصير تغيير. طيب هنالك اعتراضات حتى على السيد رعد حمودي بعد تشكيل الجمعية العمومية ومن سيكون رئيسها، يعني هذه الأمور. الاتحادات، أغلب الاتحادات قد تكون متقلبة الآراء. اليوم يتحدث أنا مع السيد اياد نجف، وغدا يتحدث أنا مع السيد سمير الموسوي. حتى وإن لم تكن هنالك مشكلة ما بين الطرفين، تخلق هذه المشكلة من لا شيء. نعم أستاذ العزيز، بالنسبة يعني ظروف الانتخابات القادمة إن شاء الله حسب التوافقات بين الاتحادات الرياضة على اختيار الـ 12 عضوا المكملين إلى الجمعية العمومية. 12 شخص راح ينضافون إلى الاتحادات الأولمبية اللي هي 26، راح ينضاف لها 12، ثلاثة عنصر نسوي،
بالنسبة للرياضي والرياضية المشاركين في آخر ثلاث دورات أولمبية الأخيرة، وأيضا عضوين من الاتحادات الغير أولمبية، وبالنسبة إلى خمسة شخصيات رياضية ممن قدموا للرياضة العراق والفكر الأولمبي. طيب احنا كاتحادات راح نختار هذه الشخصيات، الشخصيات اللي هم 12، راح يصير الهيئة العامة راح تنتخب مكتب تنفيذي جديد يصير تقريبا 38 سيستمير اذا ان شاء الله من رأيي، ف 38 اللي يعني تنفتح باب الترشيح، والترشيح بشروط انه يكون يعني عراق الجنسيه، ما عليه حكم قضائي، كاسب يعني الماده من عفوا جنحه مخله بالشرف، وايضا لديه خبره بالعمل الاولمبي، فهذه المواصفات للمرشحين اذا تنطبق راح يقدمون للترشيحات، يعني على انه يختارون 13 من ضمنهم الرئيس، فيصير توافقات بين الهيئه العامه وان شاء الله يعني هو يصير تغيير، يعني اعتقد اني يصير تغيير. نعم. تغيير كبير برايك؟ كبير اي كبير. نعم نتوقع ان يكون تغيير، لكن التوقع قد يكون ما بعد التغيير، ما هي المشاكل التي قد تحدث باختيار الاسماء والطعون بالانتخابات؟ راح تحدثنا على هذا الموضوع استاذ سمير، لكن خلينا نذهب من جديد الى احمد العلوتشي. احمد بالتاكيد يعني ليس كل ما يقال ويكتب في مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون صحيحا، هنالك من تحدث بان قد يكون تدخل حكومي، قد يكون هنالك مشاكل وتقاطعات ما بين اللجنه التي اعترضت، الاتحادات عذرا التي اعترضت على بعض الكلمات في الاجتماع الاخير للجمعيه العموميه. الان اكد لسيد اياد بانه حتى وان لم تحذف هذه الكلمه فلا ضير، نمضي بموضوع الانتخابات والامور ستكون طيبة. كيف ترى هذا المشهد وكيف ترى هذه المسألة؟ هل سيكون هنالك تدخل وتهديدات بالتدخل الحكومي في عمل اللجنة الأولمبية القادم؟ تفضل. يعني طبعا شماعة التدخل الحكومي يعني هي موجودة فقط في العراق، يعني كثير ما نسمعها خلال السنوات الماضية ولغاية هذه اللحظة انه تدخل حكومي في وقت انه الميثاق الأولمبي يضمن يعني حق الحكومة في المتابعة وأيضا في التشاور وفي تقديم المال ومراقبة عملية الصرف، وكثير من الأمور بدليل ما حدث في يعني خلال السنة الماضية الاتحادات الرياضية يعني من خلال منح الأموال بشكل مباشر وفتح حسابات يعني مصرفية لهذه الاتحادات. اليوم احنا استبشرنا خيرا بإقرار قانون اللجنة الأولمبية رقم 29 ل 2019، وأيضا المصادقة على النظام الأساسي وما تضمن من فقرات مهمة مثل قضية التحكيم ولجنة الأخلاقيات، وأيضا إنهاء قضية أو حالة التكتلات الانتخابية التي كانت تحدث في مراحل يعني انتخابية سابقة من خلال أنه يكون هناك مرشحين أو أكثر من كل اتحاد أو مصوتين من كل اتحاد في انتخابات المكتب التنفيذي. هذا الأمر يعني أنهى عملية التخندق وعملية التكتلات الانتخابية، وبالتالي هناك مرشح واحد من كل اتحاد أو مصوت واحد من كل اتحاد يمكن أن يصوت لما يراه مناسبا. اليوم احنا يعني احنا نطلع لانتخابات نزيهة، انتخابات شفافة. اليوم الجمعية العمومية على قدر من المسؤولية وعلى قدر من الثقة في انتخاب الشخصيات المناسبة لتولي يعني مناصبها في المكتب التنفيذي. اليوم يعني نحتاج إلى يعني عمل كبير، عمل جبار في متعلق المكتب التنفيذي، في رسم يعني سياسة جديدة للجنة الأولمبية يعني مغايرة عن عما حدث سابقا. نتطلع لتغيير كبير لبعض الشخصيات في المكتب التنفيذي، هناك شخصيات يعني وجودها من عدمها نفس الشيء. هذا الأمر أكيد أثر بشكل سلبي على عمل المكتب التنفيذي خلال السنوات، وأضعف يعني من 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 وجودها ككيان يعني قائم معترف به دوليا وأيضا محليا. اليوم هناك خيمة قانونية للمكتب للجنة الأولمبية بشكل عام، أكيد هذا الأمر يعني سيمضي بعمل الأولمبية وانتخاباتها بشكل نزيه وشفاف. طيب أستاذ سمير، هنالك من يتحدث بأن اختيار هذه الفقرة تحديدا الجمعية العمومية أن يكون من خارج
وليس من داخل يعني الجمعية العمومية، هو اختيار لوزير الشباب والرياضة لجلب الناس القريبين إلى حتى يكونوا مناصرين لقراراته. كيف ترى هذه المسألة وكيف ترى هذا التساؤل الغريب بهذا الموضوع؟ ما نقدر نجزم أنه هذا الموضوع يعني حقيقي، لأنه ما صار قدامي أو سمعت به. المبدأ اللي موجود أنه اللجنة الأولمبية الدولية في نظامها، في النظام اللي بعثته يعني خلت هذه الفقرة. الشيء الثاني يمكن لا يقدر، مع احترامنا لمعالي وزير الشباب والرياضة ولا حتى لرئيس اللجنة الأولمبية، سيكون القرار للمكتب التنفيذي. بإمكان المكتب التنفيذي أن يرفض أي شخصية، وبالتالي أعتقد يعني المكتب التنفيذي سوف يدرس الشخصيات المقدمة، راح تكون هناك سيفيات لهذه الشخصيات، فبالتالي أعتقد سوف يكون الرأي ومو رأي لا معالي وزير الشباب ولا رئيس اللجنة الأولمبية، وإنما هو رأي المكتب التنفيذي الذي سوف يحدد الاسم. وبإمكان المكتب التنفيذي أن يرفض كل الأسماء المقدمة حتى يقدم اسم يمكن أن يحصل على موافقة المكتب التنفيذي ويكون هو الأمين العام أو الأمين المالي للجنة الأولمبية بالمرحلة القادمة. طيب، هل كان هناك التدخل في العمل اللجنة الأولمبية من قبل وزارة الشباب والرياضة في السنوات الماضية، في الانتخابات الماضية، وإضافة فقرات وإضافة بعض النقاط في عملها الداخلي مثل ما نشاهدها اليوم؟ لا ما كان موجود هذا الشيء. يعني هي ظاهرة صحية أم ظاهرة غير صحية بالنسبة للعمل؟ لا شوف، أنا قلت لك أنت لازم تكون الحكومة شريك. طيب، يعني ما تقدر تبعد الحكومة بأي طريقة. شريكة بالرأي. شريكة بالرأي هي من تقدم الأموال. أشوف إحنا أنت عايش، العفو، عايش في هذه الدولة، فيها تحت سلطة حكومة، عليك ما عليها وعليها ما عليك. أي طيب، يعني إحنا بالنسبة إن في أكثر المرات كانت يعني قضية التدخل الحكومي كانت فيها يعني خليني بلوك كلش قوي على التدخل. كانت سلاح الحكومة. بعض الاتحادات بأنه اللجوء إلى الأولمبية الدولية والتدخل. لا شوف، هي مو إحنا جاي نخلط الأوراق. الاتحاد مسؤوليته الاتحاد الدولي اللي خاصة. الاتحاد الدولي عذرا. أنا بينما اللجنة الأولمبية هي مسؤوليتها اللجنة الأولمبية الدولية. الآن حتى يعني عمل اللجنة الأولمبية بالمرحلة القادمة ما راح يكون هو بمستوى عملها في المراحل السابقة. فبالتالي اللجنة الأولمبية لها عمل محدد حسب ما موجود بالقانون، والاتحادات أخذت استقلاليتها الكاملة ماليا وإداريا يعني، والمرحلة القادمة سوف يعني تنتج أنه استقلالية كاملة لعمل الاتحادات. وأيضا اللجنة الأولمبية أيضا لتخلص من أعباء هذه المرحلة. أما مسألة التدخل الحكومي فرسائل اللجنة الأولمبية، وحتى يعني مبعوث اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2017 عندما يعني قدم للعراق اجتمع باللجنة الأولمبية، ولكن من جهة ثانية راح اجتمع بالحكومة عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء. فبالتالي حتى اللجنة الأولمبية تعتبر، اللجنة الأولمبية الدولية تعتبر الحكومة هو العنصر الداعم للعملية الرياضية، وبالتالي بعدم دعم الحكومة ما راح تسير ولا تمضي. وأنا دائما أقولها، اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات تنظر إلى المؤسسة لا تنظر إلى الأشخاص. إلى الأشخاص. نعم. مو مشكلة يكون سمير اليوم، باكر يكون أياد، باكر يكون عهد، لكن المهم إنه المؤسسة تظل مؤسسة عاملة. وبالتالي تعطيل المؤسسة لأكثر من سنة ونص خلال الفترة الماضية بعد إجراء الانتخابات هو اللي دعا اللجنة الأولمبية أنه تتدخل بهذا الأمر، ويعني وتوافق على أن توافق على القرار القضائي بعد موافقة اللجنة الأولمبية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية. أستاذ سمير، الغاية من سؤالي كانت بأنه الاتحادات الأولمبية وحتى غير الأولمبية دائما ما تهدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي أو اللجنة الأولمبية الدولية، وتذكر لها بأنه دخلت الحكومة في عملنا، والقانون بأنه يجب أن لا تتدخل الحكومة. هذا كان المغزى من سؤالي اليوم. الكتاب واضح بأنه المشاورة مع وزارة الشباب والرياضة اللي هي متمثلة بالحكومة لا ضير فيها، وقد تكون شوف المشاورة، شوف حتى النظام الداخلي، النظام الداخلي اللي اجتمعنا عليه أيضا طلبوا يعني توقيع وزير معالي وزير الشباب والرياضة يجب على يكون موجود. صح، فوقع على نسخة النظام الداخلي اللي بعث للجنة الأولمبية الدولية. اللجنة الأولمبية أكدت على أنه ما تريد تدخل بمشاكل أخرى، لأنه المشاكل مالتنا مال اللجنة الأولمبية العراقية مشاكل يعني هم يقولون، يقول عندنا 200 وكذا
لجنة أولمبية مشكلة. بس أنتم مشاكلكم أكثر من ذن الميتين لجنة أولمبية، لأنه دائما مشاكل هو هذا ليش؟ هذا اللي يتحدث عنه اللجوء، لأنه إحنا قانون ما كان يحكمنا، ما عندنا قانون جديد، لا عندنا نظام داخلي نمشي عليه، فكانت كل الأمور تسير بطريقة يعني غير مفهومة عشوائية حتى الانتخابات. أنت انظر الانتخابات من عام 2003 أنا حاضرهم كلهم، أنا من انتخابات دوكان لحد الآن تشوف كل الانتخابات وحدة تختلف عن الأخرى حسب الآراء، لأنه ماكو قانون، ماكو قانون صح، ماكو قانون ولا أكو نظام، فبالتالي دائما المشاكل تجي من عدم وجود قوانين، مع عدم وجود القوانين هي اللي تؤدي إلى وجود المشاكل. لكن الآن الحمد لله والشكر جهود جبارة من قبل كل العاملين، من لجنة شباب ورياضة، من وزارة شباب، من حتى اللجنة الأولمبية، بضرورة أن يكون هناك قانون، وبالفعل صدر القانون بعد هاي الفترة الطويلة من عام 88 لحد الآن. هذا أول قانون يظهر للرياضة العراقية أو للجنة الأولمبية العراقية، وبالتالي نتمنى أنه المرحلة القادمة ما راح تكون مشاكل، نتمنى أن تكون سهلة والله إن شاء الله. إن شاء الله, إن شاء الله. سيد إياد، كم اتحاد اعترض على هذه الكلمة تحديدا، يعني اختيار يعني من خارج الجمعية العمومية أو من داخلها؟ كم اتحاد؟ ماكو اتحاد أنه معترض، وإنما وصينا اللجنة الأولمبية الدولية برفع هذه الكلمة، برفع هذه الكلمة من خارج الجمعية العمومية، وصوتوا عليها بإجماع الجمعية العمومية. ماكو يعني اعتراض، يعني ماكو. طيب لماذا وسائل التواصل الاجتماعي كتبت وذكرت بأنه بعض الاتحادات والتي تعد على أصابع اليد يعني سوت اجتماع، وهذا الاجتماع ترأس السيد إياد نجف لرفع هذه الكلمة؟ يعني هذا الكلام الكثير جدا، يعني هل أصبحت اليوم الاتحادات وقرارات الاتحادات تسير من قبل الإعلام وما يكتبه الإعلاميون؟ مو صحيح هذا الشيء، لأنه صارت نريد أن نتنوه حتى الناس تعرف بأنه ما يكتب الاجتماعات. ليس صحيح العزيز، إحنا كاتحادات أولمبية وصلنا إلى ثلثين طلبنا إلى عقد جلسة، جلسة تجي أما يدعو إليها رئيس اللجنة الأولمبية أو ثلثي الهيئة العامة، وبالتالي الهيئة العامة الثلثين دعت إلى اجتماع هذا الاستثنائي، وحضرنا لتعديل النظام الأساس واعترافات بقرار قرارات القضاء العراقي، فصار اعتراف بإجماع الجمعية العمومية على بطلان انتخابات المكتب التنفيذي السابق وأيضا الأعضاء المكملين للجمعية العمومية. طيب رحنا إلى الاجتماع الاستثنائي، إحنا المفروض وزير الشباب والرياضة يتشاور مع الجمعية العمومية وأيضا مع رئيس اللجنة الأولمبية. هذا الشيء ما شفناه من وزير الشباب والرياضة، ماكو أي تشاور بيننا وبينه، نقعد حول طاولة مستديرة من أجل الرياضة، من أجل نوصل للإنجاز، للميدالية من المعيب على يعني من 1960 ولحد الآن ما عندنا غير برونزية واحدة. يعني هو الهدف من تشكيل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية هو الوصول إلى الإنجاز. إحنا رياضة إنجاز، وزارة الشباب هي تسوي المنشآت للاتحادات والأندية قطاعية حكومية، إحنا ندور على الإنجاز. يعني ميزانيتنا معظمها كلها نشاطات رياضية، أمور فنية خاصة بجميع الألعاب. بالنسبة لتدخل الوزير يعني وفرض إرادته فوق إرادة هذه، ما معطي يعني القانون كوزير للشباب ما معطي من حقه أنه قانونيا يعني صلاحيات اللي ما ذكرت السيد سمير قبل. نعم الصلاحيات اللي أعطتها الحكومة العراقية كقانون وزارة الشباب وصلاحيات الوزير هو اتعدى فوق الصلاحيات اللي عنده. اي نعم. ليش هذا الإصرار؟ ما نعرف النوايا، بس احنا الحمد لله وشكر نريد نمشي الأمور. نمشي الأمور، صوتنا ووصلت للجنة الأولمبية، بقد إذا فرضت علينا فخارج إرادتنا بعد شو نسوي، لا حول ولا قوة. طيب خلص نمضي إلى انتخابات مكتب تنفيذي جديد إن شاء الله. سيد سمير، أستاذ إياد يقول بأنه ما تدخل به الوزير ليس من صلاحياته. لا شوف، هو شنو المشكلة؟ اللجنة الأولمبية الدولية يعني أعطت مساحة للتدخل
معالي وزير الشباب والرياضة بهذا الأمر، لكن تجاوزها حسب لا يعني نعم. شوف أنت أنت من يعطوس يعني كان من المفت يعني فرض أنه يوافق وزير الشباب والرياضة على النظام الداخلي ويوقع حتى يقبل حتى من اللجنة الأولمبية الدولية. ممكن يعترض على فقرات لكن أن يضيف فقرات المعقة. إحنا بالنسبة لنا أستاذ العزيز خلي أقول لك شغلة واحدة مع احترامي لرأي يعني أستاذ عياد، إحنا قدامنا ما صار هذا فرض الرأي. يعني كل اللي وصلنا أنه الأمور سارت بطريقة صحيحة. إذا تسمح لي سيد مثلا هذه النقطة منه ضافها بالتعديل. احنا كمقترحات اتحادات هي اذا تخالف النظام او تخالف القانون بالنظام كانت اللجنة الأولمبية هاي فقرة منو خلاها؟ منو خلاها؟ اكو واحد من الاتحادات حسب علمك انه ضاف هذه الفقرة لان هم قالوا طونا فترة لتقديم مقترحات للتعديل. ما هذه الفقرة مو مالتنا كاتحادات. اذا منين ورئيس اللجنة الأولمبية احنا نحمل المسؤولية الكاملة بهذا الصدد لانه هو الممثل القانوني للجنة الأولمبية وهذا يعتبر ضعف منه باعتباره هو الممثل القانوني للجنة الأولمبية. احنا المهم راح نمشي بهذا، ما نريد نخلق مشكلة اخرى، راح نمضي إن شاء الله. هي تجي من اللجنة الأولمبية بهذا الأسبوع، نهاية هذا الأسبوع تجي إنه ما أتوقع ترفع. أتوقعكم ما راح تسكتون يعني. لا لا إن شاء الله لا. لا 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 لا. شوف كل تريد ما. أنا خليني في هذا في هذا الموضوع تحديدا. بس إحنا الحق يقال يعني أنا مو عندي عداء مع وزير الشباب مع احتراماتي له. لا أكيد. أنت بالله يعني المصلحة العامة ما جاي يشوفه مثل ما بداية. يعني تسلم الوزارة وجلس مع الاتحادات وأبدأ اهتمامه وتعاونه مع جميع الاتحادات. احنا لحد الآن يجي مثلا زار قاعتي قلت له أني كهرباء ما عندي، قال لي خلص لازم نسوي لك كهرباء. أنا بداخل الوزارة يعني بس الصالة مالتي ما واصلت لها وطنية لحد الآن ماكو يعني. فاحنا توفرت الكهرباء ما لحد الآن مولدات وما رجعت بعدي ما راجع النشاطات يعني منتظرين الإشارة من خلية الأزمة بالمباشرة بعودة التدريبات. بل كيف ترجع النشاطات أستاذ سمير؟ إن شاء الله. سمعت كلامك. لا شوف إحنا لا نجزم بشيء يعني لم نتأكد منه. هو كلامه واضح يقول إحنا ما قدمنا، منو قدم؟ لا حبيب أستاذ العزيز إحنا كثير من الأمور ما قدمناها. يعني إحنا مثلا ما قلنا لازم تكون 30% نساء بالجمعية العمومية، ولا قلنا مثلا تكون لجنة اخلاقيات، هاي كلها مكانت موجودة. يعني كثير من الامور احنا ما طرحناها لكن هي موجودة كاجراءات في داخل اللجنة الأولمبية الدولية. وانا اعتقد انه حتى لو رحنا يعني جزمنا انه هذا المقترح مقدم من وزير الشباب والرياضة او معالي وزير الشباب والرياضة، اعتقد كانت اللجنة الأولمبية اذا يخالف القانون ترفضه. ترفضها ما يعني لا تتصور انه اللجنة الأولمبية الدولية تاخذ بكلام الوزير او كلام اي شخص اخر. حتى يعني لو بكره احنا يعني كجمعية عمومية قررنا انه نتخذ قرار، هذا القرار مخالف للميثاق الأولمبي، لو نعم ترفض اللجنة الأولمبية حتى لو كان قرار جمعية عمومية. ليش؟ لانه اكو محددات واكو ثوابت موجوده في الانظمه الدوليه وفي الميثاق الاولمبي لا يمكن ان نعبر تجاوز عنها. صحيح. طيب احمد العلوشي بسؤال اخير وباختصار بالتاكيد، الواقع يقرا شيء وما نستمع له شيء ثاني، كيف تتوقع ستكون او سيكون المشهد الرياضي للجنة الاولمبيه في قادم الايام باختصار؟ رجاء أن تفضل. يعني أنا قبل ما أجيبك أنا أعلق على حديث السيد أياد. يعني لنفترض أنه السيد وزير الشباب والرياضة هو من قدم مقترح أنه يكون الأمينين من خارج الجمعية العمومية، لماذا لم يعترضوا يعني المعترضين من داخل الاجتماع الاستثنائي للمكتب للجمعية العمومية؟ لماذا ما بعد الخروج أو التصويت على الاجتماع يكون هناك اعتراضات؟ أعتقد أنه الوزير يقترح، ربما فقط يقترح أو يتشاور، لكن لا يمكن أن يفرض أنا وقت شيء قليل لكن على أكو مداخلة على الجمعية العمومية. أنا أعتقد وقت قليل لكن أكو مداخلة لو تسمح لي مستقبلاً. لو تسمح لي باختصار تفضل ردة إذا الداخل. إذا تسمع لي بالنسبة لموضوع الجمعية العمومية، هي الفقرة انطرحت علينا أنه يكون من خارج الجمعية العمومية، الاتحادات الرياضية ومقترح اللي أنا قدمته أنه ترفع هذه الجملة من خارج الجمعية العمومية
صوتوا عليها جميع اعضاء الجمعيه العموميه باجماعهم رفعنا التوصيات. فاحنا ماكو احنا نعترض خارج الجمعيه العموميه. نعم استمعت استمعت يعني احمد صلاحيه اللي معطات لنا. نعم احمد استمعت لسيد اياد بانه احنا في نفس الاجتماع ذكرنا بانه هذه الكلمه ترفع والجميع صوت عليها. يعني اذا كان هناك اعتراض يعني من اعضاء الجمعيه العموميه يعني ربما كان الاجدر ان ترفض بشكل كامل بدل ما نرفع توصيه الى اللجنه الاولمبيه الدوليه، ربما ترفض بشكل تام وتزال هذه الفقره طالما هم يعني هم اصحاب القرار وهم اصحاب الكاس المعلى في تعديل النظام الاساسي. اعتقد ان العمليه يعني ماضيه باتجاه انتخابات يعني جديده للمكتب التنفيذي، كل الابواب مشرعه امام يعني كل شخص له الحق في اجراء في دخول الانتخابات وايضا الوصول الى المكتب التنفيذي او المناصب الاخرى. هذا الامر انا اعتقد يعني عمليه يعني جديده، عمليه يعني ديمقراطيه. نعم. يعني بعيدا عن اللوائح المطاطه وبعيدا عن الشهادات. نعم. الشخصيه، اعتقد الامر يعني سيمضي بشكل يعني جيد خلال يعني الاشهر القليله القادمه ان شاء الله. سيد احمد العلوي شكرا جزيلا لك زميل الصحفي بالتاكيد، وشكرا لانضمامك معي في برنامج كل الالعاب. سيد سمير المسوي بكلمه واحده، الانتخابات ستجري بموعدها المحدد وفي تاريخها ام لا؟ ان شاء الله حسب ما اتفق انه بعد ان ينشر النظام الاساسي او النظام الداخلي للجنه الاولمبيه في الجريدة الرسمية بعد 30 يوم تجري الانتخابات. ولكن أود أن أقول كلمة واحدة، أنه اللجنة الأولمبية وحسب قانونها مستقلة استقلالا كاملا. تمام. طيب سيد إياد نفس السؤال، تتوقع ستكون هنالك انتخابات بموعدها المحدد ولا تكون هنالك اعتراضات؟ لا إن شاء الله. من اتحادات أولمبية أو حتى غير أولمبية؟ إن شاء الله ستمضي في وقتها المحدد اللي موجود في النظام الأساس بعد 30 يوم من المصادقة عليه من شورى الدولة إن شاء الله. وما عندكم اعتراض حتى لو جاءت؟ ما عندنا اعتراض حتى لو رفضت هذه المقترحات اللي رفع الكلمة. ما أعتقد يصير اعتراض نهائي يعني، لأنه قرار واضح وهذه لجنة أولمبية دولية. نعم. شكرا جزيلا لك وشكرا لحضورك معي في برنامج كل الألعاب، وأيضا كل شكر وتقدير لك سيد سمير في برنامج كل الألعاب. إذن أحبة المشاهدين، مثل ما نوهنا في كل حلقة، ليست الغاية أن تثير مشكلة ما بين ضيفين في الاستوديو لتكسب أكبر عدد من المشاهدة، الغاية هي أن تقدم المعلومة والتساؤلات التي تطرح في مواقع التواصل الاجتماعي. كل هذا يأتيكم في برنامج كل الألعاب. شكرا جزيلا.